خلينا نبدأ حلقتنا معاكم النهارده بالنشاط الرئاسي واللقاءات والمباحثات الكثيرة والكبيرة اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 1 سبتمبر ل 15 سبتمبر 2024. الأنشطة تنوعت ما بين متابعة الرئيس لعدد من ملفات عمل الحكومة. من بينها جمانة مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة. ده غير استقبال وزير خارجية دولة الكويت واستقبال الرئيس لرئيس ألمانيا الاتحادية. غيرها من الأنشطة المختلفة هنتابعها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في النصف الأول من شهر سبتمبر بالعديد من الأنشطة والفعاليات والاجتماعات، حيث عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة، من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة خاصة في قطاع الصناعة. واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية وزير خارجية دولة الكويت السيد عبد الله اليحيى، وذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وقد نقل وزير الخارجية الكويتي للسيد الرئيس تحيات سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح وتأكيده على عمق العلاقات المصرية الكويتية والتوافق الكامل في جميع القضايا الإقليمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير الذي قام بزيارة رسمية لمصر برفقة وفد موسع من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين. وعقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بحضور الوفدين الرسميين. وأعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بزيارة الرئيس شتاينماير الأولى لمصر كرئيس لألمانيا والأولى لرئيس ألماني منذ 25 عاما. وعقب المباحثات أجرى الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا عرضا خلاله أهم ما دار في المباحثات، وأكدا على عمق العلاقات المصرية الألمانية ومواصلة التنسيق في جميع القضايا الإقليمية وضرورة الوقف الفوري للحرب الدامية في غزة. واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك. وقد نقل وزير خارجية الدنمارك للسيد الرئيس تحيات جلالة ملكة الدنمارك والسيدة رئيسة الوزراء. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والوفد رفيع المستوى المرافق له، وتناول اللقاء العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن الشراكة الاستراتيجية والشاملة وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشهد الاجتماع استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي بحضور وزير الداخلية، ونقل وزير الداخلية السعودي للسيد الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث أعرب السيد الرئيس من جانبه عن تقديره لشقيقيه عاهل السعودية وولي العهد. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والقائم بأعمال رئيس الرقابة الإدارية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية،
حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية لضمان استمرارية تقديم الخدمة الكهربائية بكفاءة عالية للمواطنين. واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. تناول الاجتماع التطورات في ملفات قطاع الصحة ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزا طبيا في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية للجمهورية التركية. كان في استقباله الرئيس رجب طيب أردوغان وفي القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لسيادته، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وعقد الرئيسان جلسة مباحثات منفردة أعقبتها رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد كبير من مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات. كما عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد من خلاله على أهمية مواصلة وتعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ قواعد الصداقة والتعاون الاستراتيجي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس العاصمة التركية أنقرة عائدا بسلامة الله لأرض الوطن، حيث كان على رأس مودعي سيادته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 بمدينة العالمين الجديدة، وتفقد سيادته أجنحة المعرض واستمع إلى شرح من مندوبي شركات الطيران الدولية المشاركة في المعرض. كما شهد سيادته عرضا جويا شارك فيه العديد من مختلف طرازات الطائرات من دول العالم. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين